ابدا. انا هسمع حضراتكم كلمه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره دلوقتي عشان تعرفوا كابتن محمود وهو بيتكلم ازاي، بيقرا او بيبعت رسائل لكل الاهلاويه ازاي. حد يقول لك انا عملت؟ ابدا، هتلاقي يقول لك الاهلي عمل. اذا هناك عمل جماعي، محدش من اللي موجودين من النادي الاهلي بينسب اي حاجه لنفسه، ولكن بينسبها لاسم النادي الاهلي. النهارده كان مشهد عالمي وشراكه رائعه ما بين النادي الاهلي وبنك ابو ظبي الاول في مصر. خلونا نسمع كلمه رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب ونرجع نكمل مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية وقبل ما أدخل في مع حضراتكم في أي تفاصيل تخص مؤتمرنا، عايز بس أتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى على نعم كثيرة جدا أنعم بها علينا، ومنها نعمة الاستقرار والتعاون من كل منظومة العمل أو من كل منظومة النادي الأهلي، سواء كانت إدارة أو أعضاء أو جماهير أو عاملين أو فرق رياضية. لأنه لو ما عندكش منظومة بالحجم ده متعاونة محبة لبعض محبة للنادي وللكيان بتكمل بعضها كويس، أعتقد وجمهور كمان بيساند النادي وكيان النادي في المرة قبل الحلوة، وأعضاء بتثق فيك، مش ممكن تحقق كل النجاحات اللي اتحققت الحمد لله رب العالمين من انجازات رياضيه، من انجازات انشائيه او ماليه او اجتماعيه. وفضل الله سبحانه وتعالى التكامل والتلاحم اللي موجود بيننا او بين كل الاجيال، والالتزام بقيم، ودي نقطه مهمه جدا، الالتزام بقيم وثوابت النادي هم اللي بيساعدوا أي مجلس إدارة يتولى المسؤولية في أنه يجتهد وبيبذل أقصى ما عنده علشان تستمر عجلة الإنجازات والبطولات، وبإذن الله هتفضل مستمرة بإذن الله سبحانه وتعالى. دلوقتي أحب أن أنا أرحب بالأستاذ محمد عباس الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، وبرحب بالحضور والإخوة الإعلاميين ولهم جزيل الشكر على مجهوداتهم معانا الفترة اللي فاتت. والشكر واجب لكل إعلامي أمين مخلص لعمله، حريص على رفعة بلده، داعم للمؤسسات الناجحة فيها. من أسبوع تقريبا كنا بنحتفل معاكم بالشراكة مع شركة اتصالات مصر، والنهاردة الخطوة الثانية في مشوار الرعاية. الحمد لله خطوة ناجحة بإذن الله تعالى إن شاء الله. التعاقد مع بنك أبو ظبي الأول مصر الراعي والبنك الرسمي للنادي لمدة 4 سنوات جاية إن شاء الله، خطوة مهمة، خطوة بتعكس ريادة النادي في صناعة الرياضة مش بس في مصر، في أفريقيا كلها. وزي ما قلت قبل كده وبقول تاني، النادي الأهلي كيان كبير جدا جدا. الأهلي جاذب لكل الرعاة الباحثين عن الريادة والتفوق، ودايما الأهلي رقم واحد بإذن الله، دايما الأهلي رقم واحد في القيمة، ودايما الأهلي بيجي دايما في المقدمة. ولما الأهلي بيعمل أو يعني بيشترك في رعاية أو بيعمل رعاية أو شراكة بتكون أو بيكون هدفه الأول الكيانات الكبيرة والمؤسسات الضخمة الكبيرة الناجحة. وبنك ابو ظبي الاول مصر اللي بنتعاقد معاه النهارده واحد من اكبر البنوك في مصر، واحنا سعداء بالشراكه، فعلا سعداء بالشراكه معاه، لانه يملك رؤى وفكر متطور وقدرات ماليه. احنا متفائلين، وكمان مع قدرات الماليه بيملك كفاءات بشريه على اعلى مستوى تقدر تقدم حلول تمويلية، ودي نقطة مهمة جدا في كلامنا معاهم وفي ان احنا يعني بنشترك معاهم في بعض الرؤى،
حلول تمويلية لخدمة أعضاء الأهلي وجماهيره. احنا متفائلين جدا بروح التعاون اللي لقيناها والرغبة في عمل شراكة مثمرة بإذن الله. وكمان يقدر بنك أبو ظبي من خلال جماهيرية الأهلي إنه يصل لأكبر قاعدة من العملاء. في المقابل بإذن الله يقدر النادي الأهلي يحقق أهدافه التسويقية والمالية. الحمد لله اعتمدنا أكبر ميزانية في تاريخ النادي 3,087,000,000 جنيه. الحمد لله برضو يعني حققنا فائض ميزانية 150,000,000 جنيه. لكن مش معنى كده، وده أمر مهم برضو لازم نبقى كلنا ندركه، يعني مش معنى كده إن احنا عندنا أرقام إيرادات كبيرة جماعة. لا، النادي الأهلي مصاروفه كبيرة جدا جدا جدا. النادي الأهلي عنده 4 فروع، النادي الأهلي عنده فرق رياضية كرة قدم وفرق قطاع الناشئين وفرق النشاط الرياضي كله. النادي الأهلي لازم يصرف على خدمات الأعضاء. من هنا احنا محتاجين موارد مالية أكتر لمواجهة الانفاقات المطلوبة مننا سواء على فروع النادي الأربعة أو على الفرق الرياضية والأنشطة المختلفة. مرة تانية أنا بشكر بنك أبو ظبي وبشكر كل القائمين عليه، وكمان بكرر شكري للشركة المتحدة للتسويق الرياضي المسوق الحصري لرعاة النادي على مجهودها معانا الفترة اللي فاتت، ومش بس الفترة اللي فاتت، إن شاء الله المستقبل كمان بإذن الله، وإن شاء الله تكون شراكة ناجحة بين الكيانات الكبيرة اللي أنا اتكلمت عنها. في النهاية أو عايز أقول في النهاية يعني بكرر شكري أولا لله سبحانه وتعالى، وبشكر الدولة وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمها لكل المؤسسات الناجحة. كمان بشكر منظومة العمل في النادي. النادي الأهلي مجلس إدارة، مجلس إدارة ما بيشتركش أبدا في أي عمل تنفيذي، مجلس إدارة بيقوم بوضع سياسات. فأنا بشكر مجلس إدارة كل الزملاء إن كل واحد فيهم قام بدور يعني الحقيقة مساهم كبير جدا في إن يصل النادي للمرحلة اللي احنا واقفين عليها النهاردة. بشكر الإدارة التنفيذية من خلالها بقى الإدارة المالية، إدارة التكنولوجيا والمعلومات، إدارة الإعلام، الموارد البشرية، إدارة المشتريات، العلاقات العامة وخلافه، في حاجات كتير بقى تانية موجودة يعني. وعايز أقول لهم حاجة مهمة، مش معنى الإنجازات اللي احنا تمت احنا سعداء بيها جدا، ولكن ده بتحملنا مسؤولية أكبر لكل اللي أنا اتكلمت فيهم، مجلس إدارة وجميع الإدارات بتحملنا مسؤولية كبيرة جدا، مسؤولية أكبر في الحاجات اللي جاية، في اللي جاي تحملنا مسؤولية علشان الأهلي مطلوب منه دايما إنه يكون في المقدمة، وده يحتاج مننا إن احنا نشتغل أكتر وأكتر علشان نحقق طموح الجماهيرنا اللي أنا بشكرهم جدا، جماهيرنا وأعضائنا وأعضاء النادي العاملين لثقتهم ودعمهم الدايم. مش عايز أطول على حضراتكم، بس في النهاية بشكر كل الناس الحضور جميعا، بشكر حضراتكم جميعا، وكمان نتمنى بإذن الله أن احنا يكون هناك شراكات أخرى تضيف للنادي الأهلي بإذن الله. بشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا كلمة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وكالعادة هدوء ورزانة واحترافية، ما عندوش صوت عالي ولا غلط في أي إنسان، تركيزه على ناديه فقط. وقال إن خطوة رعاية بنك أبو ظبي الأول مصر تعكس ريادة النادي الأهلي مش في مصر بس ولكن في إفريقيا. أكد أيضا على أن النجاح مش فرد ولا شخص معين ولا عشان هو رئيس النادي، ولكن بفضل تعاون جميع عناصر هذه المنظومة، منظومة النادي الأهلي، الكل بيكمل بعضه كإدارة وكأعضاء وعاملين في حتى فرق رياضية وجمهور اللي دائما بيساند النادي في كل شيء وفي كل المواقف. دائما تلاقي تلاحم ما بين كل هذه الأسماء، ما بين الكابتن محمود، الأستاذ العمري، الأستاذ طارق، الأستاذ خالد مرتجي، إن شاء الله إن شاء الله يرجع بالسلامة، يعني
هو تعبان شويه، لكن ان شاء الله كل الفحوصات تثبت سلامته، وان شاء الله اول ما يرجع وراجع في خلال كام يوم ان شاء الله، ان شاء الله نقول لحضراتكم اخباره ايه خلال الفتره القادمه. تضافر الجهود ده لابد ان يثمر دائما عن نجاح واستقرار، خاصه ان هناك التلاحم ما بين الجميع من اجل شيء واحد فقط، وهو مصلحه النادي الاهلي والالتزام بثوابت النادي والتواصل الدائم ما بين الاجيال. أكد الكابتن محمود أن النادي الأهلي هو رقم واحد في الريادة دايما، ده مش جديد الحقيقة، لأنه هو بيكون أكبر جاذب للرعاة، ومنهم أو من هذه الرعايات رعاية بنك أبو ظبي الأول مصر. وأكد أن بنك أبو ظبي الأول في مصر هيكون ليه جماهيرية كبيرة جدا من شراكته مع النادي الأهلي، ويكون له قاعدة عملاء كبيرة جدا من خلال وجوده مع النادي الأهلي. كابتن محمود وجه الشكر أيضا لقيادة الدولة وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه لكل المؤسسات الناجحة، ووجه الشكر للشركة المتحدة للتسويق الرياضي، الحصري المسوق الحصري لرعاة النادي، وشكر طبعا المهندس سيف الوزيري على مجهوده طوال الفترة الماضية.